اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من مسجد أبي بكر الصديق ببهوت بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية. هذا المسجد تم إحلاله وتجديده على نفقة المرحوم الحاج حسين العمدة، وتكلف 12 مليون جنيه في عام 2021. ويحضر معنا في هذه الأمسية نجله المهندس محمود حسين البيلي. ويتكون هذا المسجد من دار ضيافة ومصلى للسيدات. مساحة هذا المسجد مقامة على 1000 متر تقريبا. تم افتتاحه في 2 أبريل من عام 2021 من الميلاد. نشكر فضيلة الشيخ عماد الشربيني كما نشكر سيادة اللواء رفعت البسيوني، ونشكركم جميعا وأهلا بكم في بيت من بيوت الله تحفكم ملائكة الرحمن وتغشاكم الرحمة وتتنزل عليكم السكينة ويذكركم ربكم في من عنده، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. خير ما نبدأ به دائما القرآن الكريم. فيا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا، يشدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول سورة، 7 مثاني لا نظير لذاك. والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله جل جلاله زكاك. فالحمد لله الذي جعل القرآن نورا، فإذا الناس محجوب وسامع، إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. نستهل أمسيتنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. اللهم صل على حضرة النبي ما شاء الله. لا تمدن عينيك إلى ما مت
متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وما خلقنا السماء فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماء وما خلقنا السماء سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اللهم صل على حضرة النبي. تعليق لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم Fuck.
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. لا تمدن عينيك إلى وقل إني أنا النذير المبين. صلى عليه، صلى الله على الحبيب عليك. كما الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. كما فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فسوف يعلمون.
فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. السلام. الله أكبر. تعليق. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون.
ينزل الملائكة بالروح من أمره على ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. اللهم صل على حضرة النبي. اذكر الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا عمنا. كل حاجة عايز على مزاجك يعني. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. يا أيها الظمآن دونك من بعك، رتل ورول قلب عطر مسمعك. هذا كتاب الله نبضك، كلما كررته دنت النجوم لتسمعك. بضيائه سر واثقة، تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك. واسكب على عينيك من آياته حتى ترى من مشرقيها مطلعك. نور شفاء رحمة وسكينة، فاملأ بدفاق المعاني أضلعك. هذا كتاب الله حصنك، فالتمس فيه الأمان إذا بدا ما روعك. إن راودتك النفس يوما غلقت أبوابها
فافزع إليه ليمنعك. وإذا هوى بك في غيابة جبه ليل الهوى فأمسك سناه ليرفعك. وإذا ذرتك عواصف من غفلة فافتح له طريقا إليك ليجمعك. هذا كتاب الله نور ساطع أنى تضيع ونور منهجه معك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. اللهم شفع فينا القرآن، شفع فينا الصيام، وشفع فينا العمل الصالح يا أكرم الأكرمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك ضمن أمسيتنا والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد أبي بكر الصديق ببهوت بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.